يوم الترويه هو اليوم الثامن من ذي الحجه وفيه تبدا اعمال الحج سمي بذلك لانهم كانوا يتروون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفه وقيل غير ذلك فاذا كان ضحى يوم الترويه احرم المتمتع بالعمره الى الحج من مكانه الذي هو نازل فيه فيغتسل ويتطيب ويصلي سنه الوضوء ويبقى القارن والمفرد على احرامهما الاول ويهل بالحج قائلا لبيك حجا فان كان يحج عن غيره قال لبيك اللهم عن فلان او فلانه ثم يشرع في التلبيه ويكثر منها قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وللجميع ان يشترط عند احرامه ان كان خائفا من عائق يمنعه من اتمام نسكه فيقول اللهم محلي حيث حبستني والا فلا يشترط وفائده الاشتراط انه متى حصل له ما يمنعه من اتمام حجه حل من احرامه وعاد الى اهله ولم يلزمه شيء وليس من السنه ان يذهب الى المسجد الحرام او غيره من المساجد فيحرم منه ففي حديث جابر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى فاهللنا من الابطح وانما اهلوا من الابطح لانه مكان نزولهم ثم من السنة أن يخرج إلى منى قبل وقت الظهر فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في مواقيتها قصرا من غير جمع إلا المغرب والفجر فإنه لا قصر فيهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين وابو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته